الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الأعزاء، نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج فنون. برنامج فنون هو هذه المساحة التي أعطتها إدارة التلفزة الموريتانية مشكورة لأهل الفن بكله، الفن شاملا، سواء المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية أو الفن التشكيلي أو الموسيقى أو الرقص، كل الفنون والفن التشكيلي أيضا. المهم في هذا البرنامج على أن يعمم هذه الثقافة، ثقافة الفن، لأننا متأكدون جميعا عنها لا أمة بدون فن. وكما يقول الفنان بيكاسو أن أي أمة لا تعطي اهتماما للفن فهي أمة ذاهبة إلى الزوال، ونحن لا نريد أن نذهب إلى الزوال لا قدر الله، خصوصا وأننا مجتمع غني وثري بتعدده الثقافي وتلونه الثقافي، ونحن قادرون على أن نصدر ثقافتنا وفننا، لأننا أمة لا تمتلك إلا الفن والثقافة، فنحن أصحاب فن وأصحاب ثقافة، وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل استغلال هذا الموروث وهذه الثروة اللي هي الثروة الثقافية والثروة الفنية التي عندنا، لكي تكون سفيرا أو دبلوماسية ناعمة على الأقل لنا كشعب موريتاني. نريد أن نتطلع إلى أن نكون مثل شعوب العالم، ننافس ونتعارف، لنا حضورنا في المهرجانات وفي كل المساحات العربية. في هذا الإطار نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فنون، ونعتبرها حلقة خاصة ومتميزة، نستضيف الأستاذ محمود بن حسن، أستاذ التعليم الفني ممتاز، ممثل ومخرج. أهلا بك وسهلا أستاذ محمود، مدير ومؤسس مهرجان مكناس للدراما التلفزيونية ورئيس جمعية العرض الحر، وكذلك الدكتور محمد بوبو، أستاذ التعليم العالي، كاتب مسرحي وسيناريست، خريج جامعة السربون بباريس، حاصل على ميدالية ذهبية، على ميدالية ذهبية في كتابة السيناريو. أهلا بك وسهلا. شكرا، بارك الله فيك. سادتي، أهلا بكم في التلفزة الموريتانية، وكما عبرت لك السيدة المديرة العامة للتلفزة مشكورة أنها بصدر الرحب ترحب بكم وترحب بدراما التلفزيون في مهرجان الدراما في مكناس، وأنها مستعدة لكل شيء. إذن وهذا هو هي الحقيقة، لأننا نحن الآن والحمد لله في هذه الفترة الزمنية نعيش لحظة إنعاش، والله لحظة زاد تطور، لأن النظام السياسي، ونقولها بصراحة، لأول مرة يتأسس معهد للفنون الجميلة، وهو المعهد الذي كنتم فيه وشاهدتموه، وكنتم أيضا في طلابه مع طلابه، وعطيتمهم الكثير في فن الإخراج وفن الدراماتورجي وكثير من الفنون. تأسست جائزة رئيس الجمهورية أيضا للفنون. هذه لأول مرة نحن كمسرحيين وكل الفنانين الموريتانيين اعتبروها لفتة كريمة من السيد الرئيس محمد الشيخ العزباني، ولأول مرة يتأسس مهرجان منذ تأسيس الدولة الموريتانية لا يوجد معهد إلا هذا المعهد، ولا توجد جائزة للجائزة للفنون الجميلة إلا في هذا العهد. إذن نحن نقولها بصراحة على أننا في تلك الفترة، ولأن أول مرة بعد تأسيس الدولة الموريتانية ومن إعلان الاستقلال لم يكن هناك مرسوم رئاسي بإنشاء جائزة للفنون الجميلة إلا في هذه الفترة. خرجنا عن بكرة أبينا كما يفعل أهل الكرة لكي نعبر عن فرحتنا. إذن نحن فرحون الآن وفرحون بكم وأنتم موجودون. إذن سنتكلم عن ماذا أتى بكم إلى هنا إلى موريتانيا، كيف كنتم وهي المهمة التي كنت بها، وبعد ذلك سنفتح أيضا المجال على أبوابه لكي نتكلم في هذا المجال وهو مجال الفن، وأنتم لا شك أهله وعندكم ما تقولون. أهلا بك أستاذ محمود. في البداية يعني أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأطر الموريتانية التي استقبلتنا بحرارة في هذا البلد الثاني ديال المغاربة، واللي في حقيقة ما حسيناش بأننا غرباء طيلة المدة اللي قضيناها هنايا في هذا البلد المضياف. وأشكر كذلك السيدة المديرة العامة للتلفزيون اللي كان تفضلات وخصت لنا واحد الاستقبال يعني كان مهم ومثمر ومشجع على ان العلاقات ديالنا ان شاء الله ستتقدم وتتطور في اطار التعاون جنوب جنوب، على اساس انه هذه السياسه كيف ما قلتي الدوله الموريتانيه يعني كتوجه هذا التوجه هذا الجميل في اطار التعاون مع المغرب، وكذلك في المقابل هناك يعني جلالة الملك محمد السادس الذي يشجع كل بادرة تتوجه في هذا الاتجاه، خصوصا يعني على الصعيد الإفريقي ككل، وخصوصا مع دولة موريتانيا الشقيقة. ونتمنى يعني هذا
التعاون يستثمر وان يعطي نتائج قريبه ان شاء الله، لانه اولا احنا جينا هنايا كمؤطرين في ورشات المسرح يعني، وكان شباب وكان ممارسين للمسرح. نتحدث عن الدورة عن مهمة إن شاء الله. شكرا. أول أكرر بدوري تشكراتي الحارة للإخوة في موريتانيا شقيقة، لهذا يسبي غريب على الإخوة الموريتانيين، نحن إخوة ولله. إحنا هنا جينا تمرة اللي شراكة بين الرابطة الإفريقية للمعاهد العليا للمسرح بالرباط وبين المعهد الوطني للفنون الذي دعمناه قبل جائحة كورونا، والحمد لله الآن هو قائم بأطره أو الدو باسم الأخ سعيد أيتباجا رئيس الرابطة. أن توجه جزء الشكر للدكتور عبد الأحمد ديكو. الحمد لله قدرنا نحن لسنا هنا لتعليم أحد شيء، لا هنا العفو، نحن هنا في إطار شراكة في إطار تقاسم تجارب، وما أحسسناه الحمد لله خلال الأسبوع الذي قمنا بتأطير هذه الورشات هذه الطاقة الإيجابية الجميلة الصادرة عن الإخوة في موريتانيا والصادقة يعني، ومدى تعطشهم للممارسة الفنية والثقافية عموما. زرنا مقر المعهد الوطني للفنون، نشكر جزيل الشكر الحكومة الموريتانية على قيامها بهذه البادرة النبيلة، لأن الشباب في حاجة إلى المسرح، الشعوب في حاجة إلى المسرح، إلى الثقافة والتراث، وسنعود لتفصيل الكلام فيها في هذا الباب إن شاء الله. أستاذ محمود، في برشا استقبلتم مجموعات من الشباب الموريتانية وخصوصا على أنها ليست من جيل واحد، معناها كنتوا لاحظتوا على أن هناك أكثر من جيلين على الأقل، والله ثلاث أجيال تقريبا، وعلى أنهم كلهم جمعتهم هذه البرشة، وهذا ينتج على أن احتياج للتجربة الموريتانية للإثراء على الأقل، لأنها بكل أسف لم تكن ثرية، معناها بدأت أخيرا تتأسس وما زالت محتاجة لكثير من العمل ولكثير من الحركة ولكثير من التجارب، وهذا هو اللي خلاها على أن بوعي على أن إدارة المعهد مشكورة وعات هذه المسألة على أن يحتاج هؤلاء الشباب لأكثر من دورة من كل التجارب، التجربة المغربية، التجربة التونسية، التجربة الجزائرية، التجربة حتى الإماراتية، جاءنا من الإمارات. إذن هذه في هذا الإطار اللي هو أنت ماذا شاهدت ولا ماذا لاحظت على أن هذه التجربة ما زالت تحتاج وأكيد تحتاج، وماذا تحتاج وما تنصح به؟ فعلا بالنسبة لنا يعني هذه الدورة التكوينية هي فقط بداية. بداية. لأنه إن شاء الله الرابطة الإفريقية للمعاهد المسرحية هي مستعدة يعني لمتابعة ومواكبة هذه التجربة. وبالنسبة لنا يعني داخل المحترف من خلال لقائي أنا مع الأجيال كيف ما قلت لأسسات المسرح في موريتانيا، كان شيء جميل أنه يتلقوا هذ الجيلين أو ثلاثة أجيال في ورشة واحدة. هذا في حقيقة محفز على أنه التواصل ولا كونتينيتي الاستمرارية ديال الفن كاينة. هذا شيء جميل، والتفاهم والتناغم اللي كان ما بين الأجيال كاملة، يعني لما كنا كنديروا تمرين مثلا كتلقى كل شيء كيشتغل في ذاك التمرين بكل حماس وبكل يعني جيل يكمل الجيل الآخر. جميل. وجيل يستفيد من الجيل الآخر. جميل. وهذا شيء جميل، وكان واحد تجاوب كبير من طرف كاع اللي شاركوا. مشكورين أنا من هذا المنبر كنشكر كاع اللي شاركوا في هذه الورشة، وأنتم من ضمنهم. كنت حتى نشكر يعني باسمي أشكركم يعني على ما أعطيتم وأثريتم وأعطيتم وأبدعتم أيضا. الله يبارك فيك يعني وكنتم استقبلتمونا بصدر رحب وحاولتوا تاخذوا منا ما امكن وما يمكن اكثر. احنا ما حاولناش نبخلوا يعني ولن نبخل حتى في الدورات المقبله ان شاء الله. واللي كنقول هو انه لا جمعيه إيسيل اللي كتنظم المعهد اللي كتنظم المهرجان ياك، ولا الرابطه الافريقيه بجوجهم عازمين على ان التجربه تستمر تتطور إن شاء الله. في كل بلدان إفريقيا، لأن كان واحد طموح داخل الورشة سمعت بعض الشباب والرواد كذلك تقول لي ما لا ننظم مهرجان المسرح الإفريقي. هذه فكرة جميلة، ممكن نمشي فيها ونشتغلوا عليها لمدة سنة أو سنة ونصف حتى نكونوا جاهزين، خصوصا في المرحلة الزمنية اللي قلت لك على أنها فيه تجاوب. فعلا تجاوب أكيد من الدولة، من وزارة الثقافة،
مشكوره وخصوصا ان دوله يعني موريتانيا والمغرب تربطهم اواصر تاريخيه فعلا. يعني وحنا خوت قبل ما تجي حتى شي حاجه اخرى رحنا اخوه صحيح. واللي جميل هو اننا ما حسيناش باننا غرباء أكيد. وكان تفاهم على جميع المستويات أكيد. يعني على مستوى العمل مستوى اللغه مستوى الدين أكيد. يعني وانا اليوم اذهب الى المسجد لاصلي صلاه الجمعه كانني في مسجد بمدينه مكناس يعني كان شيء رائع واللي بغيت نقول كذلك هو انه الفن كيف ما قلتي في البدايه وفي التقديم هو يفتح الابواب على أكيد. مصراعيها أكيد. ما كيخليش حواجز وهنا كنخدموا الدبلوماسيه الثقافيه في اطار العمل على الدبلوماسيه الثقافيه اللي كيشتغل عليها كذلك الزميل سعيد ايت باجا وهو الهدف ديالو يعني في هذا الانفتاح على افريقيا وعلى دوله موريتانيا بالخصوص هو تفعيل السياسه الثقافيه اللي كيصبوا لها صاحب الجلاله الملك محمد السادس وكذلك السيد الرئيس الجمهورية بدعمه وإنشائه وهذا الشيء لاحظنا في الاستقبال ديالكم لينا ولاحظنا واستحضرنا الافتتاح الرسمي اللي كان لهذه الأيام التكوينية وحضرت فيه السيدة مستشارة السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة وهذا شيء جميل حفزنا أكثر وخلانا نفكروا بأن التجربة تستمر أكثر إن شاء الله ان شاء الله اكيد دكتورنا ايوه وجودك هنا وجودك في هذه الورشه خلال هذه الايام خلال هذا الاسبوع اكيد على انك لاحظت شيء ما هو هذا الشيء شوف في مدينه الرباط نحن ننظم سنويا المهرجان الدولي للمعاهد العليا للمسرح من كل القارات السنه الفارطه واكون معك صادق استقبلنا دوله موريتانيا كضيف شرف واتى الشباب الموريتاني وكان أنا شخصياً ليلة عشية عرضهم كان عندي قلق ماذا سيقدم شباب موريتاني قياساً بالنرويج بالولايات المتحدة بالمكسيك بالدول ذات الباع والصيت في هذا الباب وقدم الشباب الموريتاني مسرحية في انتظار جولدو وهو نص ثقيل دسم وكان يعني انبهار وقع لنا انبهار ومفاجأة يعني وحسينا بحرارة بصادق يعني فرحنا بهم الآن هذه المواهب التي رأيناها فوق الخشبة يجب أن نمر بها إلى مراحل أخرى يجب الرهان على الاستثمار في العنصر البشري أي التكوين والتكوين في المجال المسرحي يرتكز على مجموعة من الأقطاب القطب التطبيقي القطب النظري بالأساس القطب التطبيقي ويضم مجموعة من الوحدات أي تشخيص الارتجال تعبير الجسدي الصوت الغناء الإلقاء إلى آخره يعني وحدات اللي هي تطبيقية لازمة في مكون في تكوين الإنسان الممثل الفنان القطب النظري يجب أن يضم مجموعة الاعتماد تاريخ المسرح العالمي وتاريخ المسرح العربي وتاريخ المسرح الموريتاني كذلك وحده في علم الاجتماع لان الشاب ينمو في بيئه هي في تطور مستمر وعليه الالمام بهذه التغيرات المتغيرات والتمظهرات الاجتماعيه الجديده كذلك علم النفس المهمه لمقاربه الشخصيه في المسرح الدراماتورجيا تحليل النصوص النقد الادبي كل هذه الاشياء بالاضافه الى دي بيتي ستاج تدريب شخصي مركزة حول مثلا تكوين شخصية الكلون او مثلا في الميم او في البانتوميم وهنا ولو ماسك مثلا القناع هنا يجب دعوة متخصصين في هذا الباب رأينا يعني في استعداد الشباب ولو ان الشيب قد غزا رؤوس البعض منهم ما زالوا شباب في ارواحهم شباب غزا الشيب ورأسهم يعني وسنكون فخورين احسسني يعني هؤلاء الطلبه الاتين القادمين من النرويج والمانيا والمكسيك جميعهم يتابعون العرض الاتي من موريتانيا ويقولون اي جميل ولو باللغه العربيه جميل جدا خصيصا على ان مجموعه الشباب الموجوده في المعهد بكل صراحه وحنا زملائي واخوتي هذو متميزين متميزين استاذ سلي استاذ عزيز هذو الاخوه والجميل في الامر على انهم
حتى شاف أداهم وشاف عطاهم يشك عليهم خريجين كليات ولا خريجين كذا ولا هم خريجين كليات هم عصاميين عصاميين صنعوا أنفسهم بأنفسهم من خلال قراءتهم من خلال كذا من خلال اجتهاداتهم وجدوا إلى ما وجدوا ولكن عندهم موهبة كبيرة جداً كبيرة جداً استعداد جميل جداً وإرادة قوية صادقة وصادقة معهم ليا وهذه هي المهم على أن وجودهم في المعهد وعندهم الرؤية اللي عندكم كذا عندما إن شاء الله تتبنى القطاع الخالي وقطاع وزارة الثقافة على أنه يبدأ المعهد يدرس وعلى أنه يستجلب أساتذة ليش لا أساتذة في السينوغرافيا في الإخراج في الديكور في كتابة النصوص كتاب كذا ويجوا هنا حتى يتعاقد معهم سنتين سنتين ثلاثة أربعة وهذا موجود في العالم كله عندما يكونوا فيه أساتذة وطنيين ممكن في إطار التعاون الثقافي بين نحن والمملكة المغربية الشقيقة وبين نحن وتونس بإمكاننا أن نستجلب أساتذة هنا وهذه دعوة بالنسبة لنا وراكم كشفتوا على أن هؤلاء الشباب اللي بهروكم في عرضهم وهم آتين من بلد لا معهد فيه للفنون ولا كلية فيه للفنون على أنه شيء مبهر جدا فعلاً. شيء مبهر معناها هنا أنتم كأساتذة وعطيتم هنا هذه السنوات اللي هي إيش تنصحوا به أولا الشباب ماذا يفعل يكتب يفعل كذا وبعدين إدارة المعهد ماذا لكي يأخذ المعهد السكة الحديدية ماذا تنصحوه المعهد حتى إحنا نقدموا هنا نقدم رؤى على الأقل يسمحوا الرسميين يتبنوها فعلا. وأنا متأكد على أن في اللحظة التاريخية نحن حال وزارة الثقافة معالي وزير الثقافة هذا إنسان واعي وجاد جدا وأكيد على أنه لن يسمع على أن المعهد يحتاج لكذا حيأخذ بعين الاعتبار وهكذا وفعلا أستاذ بوبو أعطى خارطة الطريق للمعهد أعطى شنو هي المواد اللي ممكن تدرس في المعهد هذا أولا ثانيا هو أن الطلبة هما كلهم راغبين انهم يتعلموا وهذا الشغف مهم هذا الشغف عندهم شغف للتعلم جميل جدا. وهذا شيء جميل يعني انا لاحظتها في الورشه واخا تبقى معهم اربع ساعات او خمس ساعات بدون ملل ما يتعبوا جميل انا احييهم يعني على الله يبارك الله فيك حتى هم ايضا من خلال صداهم حيوك انت وقالوا اخذوا حيو الدكتور وقال لهم بالرغم انهم اخذوا دورات من اساتذه ثانيين لكن قالوا هي الدوره عندها خصوصيتها عندها طعمها الخاصه وعندها عصف اللي يخلق طلعت في كثير من المعلومات وكثير من الهدف اي لان احنا كنا يعني عمليا اكثر منه أكيد في أكيد التنظير هم استفادوا هذا هو اللي كيحتاجوا الشباب على اساس داخل المعهد خص يكون مواد تطبيقيه اكثر منها نظريه علاش لان التطبيق هو الممارسه يعني. هو اللي كينتظرهم لما يخرجوا من المعهد لان من بعد ما يقولولوش شنو كتقرا ولا شحال الدر لا غادي يخرج خصو يشتغل خصو يشتغل في المسرح يشتغل في التلفزيون يشتغل في السينما هو اللي طور التجربه يشتغل في التلفزيون كمنشط يشتغل في التمثيل في الدراما التلفزيه هذه كلها اشياء كتنتظر هذاك الخريج وكنت جد سعيد يعني كنت فخور جدا لما مشيت بالسياره انا وسي استاذ بوبو المعهد او دار الشباب لا معهد الفنون معهد الفنون جميله حاجه المعهد الوطني اللي توا كان في شغل كان في شغل اقول من طرف الشركه المغربيه هو ان المغرب مساهم كاين حاضر من خلال كل فريق العمل اللي كيبني تمايا البناؤون كلهم مغاربه وكان محتاج على الاقل في الصاله صاله العرض على ان يجوا فنيين متخصصين اي ان شاء الله هذا غادي نتعاونوا فيه لانه الان مادام كاين هاد الخنطرة مفتوحة يعني بين المغرب داخل في العملية احنا ممكن نوصلوا الرسالة ونقولوا بأن هاد القاعة جميلة جدا جميلة ويلزمها تهيئ لا القاعة جميلة باقي الخشبة يلزمها تهيئ للخشبة وكنا فخورين أننا نشوفوا ذيك المعلمة الجميلة وكان السيد المدير السي عبدول نحيوه من هنا واستعداده فعلا اللي في الحقيقة كيخدم بواحد الحماس وكيشتغل بحب وداير مجهود كبير باش هذه المعلمة تخرج للوجود في أقرب وقت وأن المعهد يبدأ الاشتغال ويستقطب كذلك شباب آخر لأنه فعلا كيف ما قلتي الفن مهم لتطور الأمم أكيد أكيد والثقافة بصفة عامة وإحنا كيف ما كنقول يعني رهن الإشارة عن طريق الرابطة الإفريقية كذلك عن طريق المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية اللي يعني مد جسور التعاون مع كل هاد الشباب هادو اللي كيشتغلوا مع
إخواننا في دولة موريتانيا وعلى جميع الأصعدة، ماشي فقط المسرح، ممكن يكون تنشيط ثقافي، ممكن يكون سينوغرافيا، ممكن يكون تعاون حول الدراما التلفزيونية، لأن اليوم ذاك اللقاء اللي كان مع السيدة المديرة المديرة العامة للتلفزيون مشكورة فعلا، انه كان مشجع، قدمنا التحيه من هنا، كنقدم لها تحيه، وانا اقدم دعوه من هنا يعني من هذا المنبر، اقدم دعوه رسميه باش تحضر معنا ان شاء الله الدوره 13 لمهرجان مكناس للدراما التلفزيه، السيده المديره العامه، باش تتعرف على هذا المهرجان، باش في الدورات المقبله يكون حاضر التلفزيون الموريتاني باعمال دراميه، ويكون خصوصا الدراما، خصوصا الدراسات في الانتاج لان الدرامي. حنا كنلقاو المشاكل في الانتاج، وانا نقول لك على انها لاول مره كل المنتجين، بالرغم كل المنتجين، المديره العامه اعطت تعليمات للجنه المكلفه بالانتاج على ان كل عمل درامي باستطاعته على انه على الاقل ينفذ، انه يعطى له دعم، وهذا شيء جميل، منها تشجيع الشباب اللي يشتغلوا في الانتاج الجديد، وفلسفتها هي هذه، على ان الفنون حالا ما اكيد على انه لن يكون ما نريده، يقل على الاقل ندعمه، اياك التجربه تثرى، واياك على الاقل، وهذه فعلتها لاول مره. وحنا داخل المهرجان كيكون واحد المساله مهمه، كيكونوا ورشات لكتابه السيناريو، ورشات للاخراج، ندوات حول تطوير العمل في المجال الدراما التلفزيه، وكيكونوا منتجين، لانه هما اللي عندهم خارطه الطريق حتى على انها ديال الاخراج، وهذا مهم التكوين، وهذا مهم التكوين، وراه هي من ساعه جات رفعت شعار التكوين مستمر فعلا، مرفوع في التلفزيون الموريتاني لاول مره، التكوين مستمر أيه. في خلال الشهر اللي هي مالها شهر تعليم 14 15 شهر موجوده هنا تعيينها على التلفزيون الموريتاني، فيها اربع دورات للصحفيين من الجيل الاول الجيل الثاني، يعطوا للجيل هكذا وهكذا، وقالت المستمر اذا هذه بديره طيبه الحمد لله، اكيد واكيد على انها كما قلت لك اليوم على انها فاتحه صدرها للدراما الوطنيه، وعنا مستعده لدعمها، واكيد على ان لن توصل الرساله اللي قالت لك كلفتك عنها، توصل الرساله الرسميه على حتى تجاوب معها وكل ما تريد لهم ان شاء الله. دكتور نبو، لمواجهه قضيه الثقافه والفن عموما قياسا دائما بالتراث، يجب ان خطاب موجه أن نفرغ إذهاننا من كون اعتبار الثقافة شيء زائد، دي سوبرفلو أو دي لوكس، أو كما نقول طرف أو أن كما نقول هي ضرورة صبح، كما نقول في المغرب خضرة فوق الطعام، أو أن الثقافة هي حكر على نخب معينة في صالونات وفي أرائك مخملية. لا، الثقافة لا يجب أن تعتبر هدرا للمال العام، لكن يجب أن تصبح مدرة للدخل، وممكن أن نستفيد من تجارب دولية تدخل الدورة التنموية. مثلا إذا أخذنا النموذج الإيطالي، فالأكلات الإيطالية البيتزا والبات إتسترا تعتبر أشياء نتناولها كل يوم، أشياء تدر على خزينة الدولة الإيطالية 51 مليار دولار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بالك بالثقافة، في الثقافة والطهي ما تنضب وفنون الطهي والطبخ هي جزء من الهوية ومن الثقافة. النموذج الثاني هو فرنسا، ما تدره الثقافة على بلد كفرنسا أكثر من صناعة السيارات. فعلا جميل، يعني لش خديتي مثلا تور إيفيل وقصر فرساي ومتحف اللوفر، شوف لكي تدخل إلى متحف اللوفر يجب أن تنتظر دورك من الصباح إلى المساء، آلاف ملايين لأوروات. يعني كذلك بالنسبة لنا هذا هو خطبنا نحن في المغرب، وهذه القضية التي نعمل على يجب أن نغير عقلية بعض المسؤولين، بعض عقلية، أنا صريح، بعض العقلية المتحجرة التي تنظر للفن مجرد لهو وترف وأشياء زائدة، هذا قد يجرنا إلى أشياء أخرى. ما المنظومة التربوية في المغرب كما في موريتانيا إلى أي مدى تعمل على دمج التربية الفنية؟ جميل. في برامجها، بصياغة أخرى، في المسرح، بصياغة في المدرسة مثلا، بصياغة أخرى، لماذا ندرس أبناءنا في المغرب وفي موريتانيا الرياضيات والأنجليزية والكيمياء وكذا والفيزياء، ولا ندرسهم المسرح؟ علما بأن للمسرح قدرة خارقة على تربية النفوس، الشباب المتعلم، تربية حاسة الإنسان، الإنصات والتركيز والملاحظة، وهي ملكات يعني مهمة بالنسبة للمتعلم. فوق ذلك سياسيا المسرح هو حاجز ضد كل أشكال التطرف، التطرف والإرهاب والإدمان والمخدرات والتطرف. لا، الآن نلاحظ في المغرب
انبثاق طبقه متوسطه، اطباء، محامين، قضاه الى اخره، كلهم يريدون ان لابنائهم ان يمارسوا المسرح في المدارس الخاصه. جميل جدا، جميل جدا. التربيه الفنيه ولا التربيه الفنيه، اما الرسم، بعد الرسم راه كاين في جميع المدارس الان، مازال ما تعممش المسرح، ولكن كيمشيو يقلبوا هما على مثلا معاهد خاصه، اللي كيخلصوا على وليداتهم باش يدرسوا اكيد. لان المسرح كي تشوفوا خصوصيه المسرح على انه كي قلت ينمي قدرات الملوكات، هذه قوه الملاحه والتركيز، هذه بناء شخصيه، حتى على انها يعود رجال فاعل، يعود قيادي، يعود كذا كذا، هذه خلق المسرح. واكيد على ان المسرح له ايضا خصوصيته، على ان المعلومه اللي تعطى من خلال المسرح تكون قادره لانها تصبح سلوك بدل من المعلومة التقليدية. المعلومة التقليدية يأخذها الفرد لكنها تبقى هي معلومة ويبقى سلوكه هو فرد في انفصال، بين. لكن كل المعلومات اللي تؤخذ من التربية الفنية ولا التربية كذا تصبح جزء من السلوك. طيب. للطفل، للشاب، لكذا لكذا للفتاة. وهذه ضرورة بالتشريع. مثلا إذا أخذنا درس في التاريخ في قسم الشهادة، تقول الشهادة الابتدائية والإعدادي، وقمنا بمسرحة هذا الدرس في التاريخ، الشباب التلاميذ سيستوعبونه بشكل افضل بكثير من الحفظ والاستظهار. اكيد. وهذا هذا ثم مثلا لما كنت في المعهد مدير للدراسات كنت استقبل في مسؤولين عن مدارس عليا متخصصه في تكوين المهندسين. جميل. خطابهم ما هو؟ نحن نكون مهندسين من الطراز الرفيع، ولكن عندهم مشكل يتلعثمون. وصال كوميونيكاسيون، لا يعرفون التعبير عن ارائهم. اكيد اكيد. في اجتماعات يخجلون. سبحان الله. لله مريك لي مريس المسرح. كسروا هذا الخجل. يعني ان المسرح هذه القدره المقاربه العلاجيه اللازمه للبشر. هذا جميل. سؤال، ما هو الجميل الاجمل؟ هل الطفل يظل كل عشيه يلعب في الشارع او يكون في دار الشباب يمارس المسرح؟ احسن يكون في دار الشباب. هذا سؤال أكيد. اتركه اكيد اكيد. جميل جدا. وانا نقول لك على ان بكل اسف، اللي يشاهد حالا من الشباب اللي عنده مخدرات، عنده شذوذ شويه، عنده كذا، عنده كذا، سبب الفراغ. فراغ، لانهم ينفصلوا عن المدرسه ويبقوا في الشارع. الشارع خطير جدا. لكن توجد مراكز تنشيط، توجد مسارح، توجد دور سينما، توجد كذا، انا متاكد على ان هذا الشباب اللي يمشوا لهذا حيوصلوا. معناها على ان فلسفه الدوله يجب على انها على ان كل مقاطعه والله كل كان يفتح فيها مركز تنشيط، والله فضاء ثقافي مثلا، فعلا والله مسرح، والله كذا. انا متاكد على ان الولايه هذه والله المنطقه هذه اللي يفتح فيها هذا هذه الفرقه المسرحيه، والله هذا الفضاء الثقافي للتنشيط ولكذا، انا متاكد على انها حتقضي على الجريمه، حتقضي على التطرف، حتقضي على المخدرات، حتقضي على كثير كثير جدا. في هذا الباب الخطاب الذي تتحدثنا أستاذ العزيز نسميه شخصيا الأمن الثقافي. الأمن الثقافي، جميل، جميل جدا. ما معنى الأمن؟ الله، لست رجل القانون، ولكن أعتبر أن الأمن هو إحساس الإنسان بالعيش في بيئة آمنة لا يتعرض فيها لضرر له ولا في ممتلكاته وعائلته. تنضاف إليها مفاهيم أخرى، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي. ولما لا نتكلم عن الأمن؟ مثلا في الأمن الصحي، منظمة الصحة العالمية تقول يجب أن تتوفر عدد كراسي داخل المدينة قياسا في عدد الأسرة في المستشفيات قياسا بعدد السكان. جميل. السؤال، ما هو عدد الكراسي في بنيات الاستقبال الثقافية عندنا في المدينة قياسا بعدد السكان؟ كم لنا من مسارح، كم لنا من دور الشباب، كم لنا من كذا كذا؟ بكل أسف. هذا وهي صبحت محتاجة. محتاجة ضرورة، ضرورة كي قلت ليس الطرف. لا لا، ضرورة. احنا راه المغرب غادي في هذا التوجه الحمد لله، هو أن المغرب غادي في نفس التوجه، لأنه اللي كان مفرح في خلال حفل الافتتاح لما السيدة المستشارة قالت بأن هذه توجيهات سيد رئيس الجمهورية. الجمهورية. جميل. وهذا شيء جميل، هذا كيف تحلينا الباب على أن كاين هناك واحد الانفتاح. إرادة سياسية. إرادة سياسية لأول مرة. إرادة سياسية فعلا من طرف سيد رئيس الجمهورية. وهذا غادي يسهل المأمورية على أن الحركة الثقافية غادي تنتعش. وكذلك غادي يكونوا بنيات تحتية إن شاء الله مستقبلا، لأنه احنا ما مختلفينش عليكم بزاف، راه المغرب أيضا غادي في نفس التوجه، تنديروا دور ثقافة
كنحاولوا نصلحوا بعض دور الشباب باش هي ترجع للوظيفه ديالها القديمه، لان حنا تربينا في دور الشباب، حنا ما كانوش دور ثقافه في الفتره ديالنا، حنا كان دور الشباب، دار الشباب هي اللي كانت تقوم بالدور ديال التربيه، التجربه الفنيه والتجربه المسرحيه في المغرب متقدمه جدا في الاحياء. لا الحمد لله الان عرفت واحد الطفره بوجود المعهد العالي للفن المسرحي. انا اقول بان المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لعب واحد الدور كبير لتطور المسرح، ونرجو على ان لتطور الحركه المسرحيه ولتطور السينما والتلفزيون، لان الان اصبح 80% الى 90% ممن ينتجون التلفزيون والسينما والمسرح هم خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، لان المعهد الان تجاوز 30 سنه. جميل 30 سنة يعني أنا باش تخرج دابا من المعهد 30 سنة أنا خريج هذه 30 سنة من المعهد تخرج معهد أنا خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي جدا. وأنا لما كنت ندرس كان الأستاذ بوبو أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومن باب النكتة لما كنت تقسم تحرر الارتجاع هذا جميل من باب النكتة أنا أتيت إلى المعهد سنة 1989 وكانت هناك بعض التمظهرات الاجتماعية الغريبة العائلات لم يكونوا يريدون لبناتهم أن يمارسوا أن يلجوا المعهد. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يربطون بين الأخلاق والممارسة الفنية. سبحان الله. بعد ذلك تخرج الفوز الأول والثاني وأصبحت وجوه الفتيات خريجات المعهد يؤتتن الإبداعات في التلفزيون. التلفزيون وفي السينما. الآن جميع العائلة المغربية تريد لبناتها أن تمارس المسرح. جميل جدا. وخصوصا بالطريقة الاحترافية يعني أكاديميا. جميل. ماشي فقط يبقوا هواة ولكن لما كتدرس أربع سنوات لأن مثلا شهادة الليسانس يعني الإجازة الإجازة فيها ثلاث سنوات في الجامعة. احنا في المعهد عندنا أربع سنوات. يعني دراسة معمقة وحتى الكونكور باش تدخل المعهد. راه كونكور في مسابقة مسابقة فيه ثلاث مراحل يعني كيجيو مثلا 500 أو 600 اللي كيجيو باش يدوزوك ياخذوا 20 معناها نخبة بس النخبة اللي تدخل هذا المفروض المفروض على أن الفن ما يقسموه الناس اللي نخبة اللي أكيد على أنها حتستوعب وأكيد على أنها حتبقى فيما بعد هي المصباح الذي يضيء كل المناطق المظلمة فعلا في العقل في المجتمع في كذا في كذا وهذا أكيد على أن العقل المتبلد ولا العقل كيف تشاء لا يمكن على أنه يقود وهذا دائما نقوله على أن في الدول اللي عندها استراتيجية صحيحة جدا أن تعمل على الفعل الثقافي والفعل الفني لأن المقاربة الأمنية الأمن يمكن يحمي الحدود الجيش يمكن يحمي الحدود لكن من يحمي العقول فعلا هم الفنانين هو اللي قال سيبوبو الامن الثقافي جميل جدا انا خدمه منه جميله جدا حتى رجع جدا لان كلنا نبحث عنها خصوصا نحن تو حالا في وزاره التعليم تنشط شنو قال المدرسه الجمهوريه المدرسه الجمهوريه شنو هي اللي متساويين فيها كل ابناء موريتانيا سواء ابناء العمال وابناء الوزراء وابناء كلهم يدخلوا بزي واحد في زي واحد بصف واحد يحيون العلم يحيون كذا وهذه الخريجين وانا متاكد على ان هذه فهذه النظره اللي هي على ان الخيرين في وزاره التعليم في وزاره التربيه التعليم على انهم حينتبهوا لضروره كما قلت ادخال ماده مسرح والفن في المدرسه في المدرسه لانها صبح ضروره صبح ضروره جدا ضروره جدا خصوصا عندنا هنا مدرسه تكوين معلمين المعلمين بعد ثلاث سنوات يتخرجوا يعودوا مع معلمين يمشوا للمدارس في الداخليه هذه المفروض على الاقل انهم هما يقراوا حتى المسرح حتى التنشيط هذوك المكونين هذوك المكونين قبل ما يخرجوا من المدرسه هما يتكونوا في مجال المسرح لما يمشيوا للاقسام هما يلقنوا التلاميذ يعطوا وينجزوا اعمال مسرحيه في كل مدرسه تنجز الاعمال ديالها ويدار مهرجان ديال المسرح المدرسي تقنيات التنشيط يكون واحد المهرجان ديال المسرح المدرسي جميل. ويكون واحد التنافس شريف ما بين المدارس اللي غيحفز التلاميذ انهم يعطيو انهم يشتغلوا انهم ينتبهوا انهم يمارسوا المسرح ويبعدوا على شوائب اخرى الاهتمام نحن مثلا المجتمع المدني في هذا الباب لا يجب ان نغفل هذا فهناك جمعيات يعني فاعله جدا نحن مثلا جمعيه إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي اننا شراكة مع وزاره التربيه الوطنيه ونقوم سنويا بدورات تكوينيه لفائده الاساتذه في المدارس جميل الاعداديات الثانويه هناك اساتذه لهم اراده حسنه داخل المؤسسات التربويه يقومون بتنظيم نوادي مسرحيه جميل داخل المؤسسه ولكن هما في حاجه الى تكوين جميل لذلك احنا نقوم بنكون المكونين داخل المؤسسات في المغرب تسميهم الاساتذه اطر الحياه المدرسيه
جميل. الحياة المدرسية، ونحن نساعدهم على تدريس المسرح بشكل منطقي، سواء على مستوى الإخراج أو التمثيل أو كتابة النصوص إلى آخره المسرحية. جميل. ونحن سائرون في هذا الباب. وفي نفس الإطار الورشة اللي قمنا يعني بتأطير ديالها لنا ولا الأستاذ بوبو، فيها ناس جمعويين لذا لا يجب أن نغفل العمل الجمعوي، عمل المجتمع المدني في رؤساء جمعيات، في رؤساء جمعيات كل واحد منهم عنده جمعية فيها 20-30 نفر، وهادو كلهم ممكن يرجعوا بالتراكم الإخراج ويعطوه أكيد ويطوروه، لأن كما قلت لهم العمل على المسرح باش يتطور باش ما يموتش، هو يتطور حتى التمارين تتطور حتى الاشتغال يتطور، لأنه هو ماشي قرآن، القرآن والحمد لله محفوظ، ولكن بالنسبة للفن هو إبداع. هو تطور. إذن هما الدور ديالهم والعب اللي تيهز عليهم والعمل هذا هو أنهم يمشيوا يدوزوا هذا المشعل للشباب الأطفال الفاعلين آخرين على أساس أنهم يشتغلوا في المسرح ويعطوهم الأدوات، لأنه في داخل الورشة شنو كنت نقول لهم أنا؟ تنقول بأنني أنا أعطي الأدوات فقط، كنعطي الأدوات للاشتغال، ولكن الأسلوب لكل أسلوبه يعني باش 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 يشتغل. ومن ضمن بالنسبة للرابطة الإفريقية للمعاهد العليا للمسرح، من ضمن أهدافها هو دعم الأنظمة التربوية المسرحية في الدول الإفريقية. جميل. وكذلك توطيد جسور التعاون الدولي بينها وبين الرابطة الأوروبية في المعاهد العليا للمسرح. كذلك البحث عن منح للتعليم العالي. جميل. فمثلا طالب موريتاني عنده حصل على الإجازة في المسرح، ممكن تمد له منحة يمشي يدرس في إيطاليا أو في ألمانيا أو في كذا. هذا باب جميل مفتوح. نحن سائرون يعني في هذا الاتجاه من خلال الرابطة. من خلال الرابطة. ونحن في الأصل مجرد جمعية. أكيد. جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي اللي رئيس ديالها الأخ الفنان سعيد عيد بجا. هذه من ضمن الأهداف التي احنا نصر عليها. أهداف نبيلة. أهداف نبيلة جدا. جدا جميلة جدا. الحمد لله. ما شاء الله. استاذ اليوم في حديثك مع المدير العام تكلمت عن المهرجان مكناس للدراما التلفزيونية. هذا المهرجان تعطينا عنه شويه كذا الطريقه اللي كن بها نحن في التلفزيون الموريتاني وكان نشاركوا بها، شنو الطريقه اللي عرفنا نشوف. هو مهرجان مكناس للدراما التلفزيونية جاء على غرار تراكم ديال الاعمال التلفزيونيه، وخصوصا ان التلفزيون يدخل كل البيوت. طيب. وماشي بحال السينما كتقطع الورقه ديالك باش كتمشي تشاهد فيلم، لا، التلفزيون عنده واحد الامباكت اكثر، متاح لكل واحد ويدخل جميع البيوت. التلفزيون يشتغل كثير وينتج كثير، اصبح الانتاج الحال الحمد لله في تطور، ولكن يمر مره الكرام. صحيح. جاء المهرجان باش تكون واحد الوقفه لتقييم الاعمال اللي قدمت للاحتفاء. جميل. للاحتفاء بالناس اللي كيشتغلوا في المجال ديال الدراما التلفزيونيه، لانه في المغرب كتلقى اكثر من 80 او 90 مهرجان للسينما. معقول؟ احنا هنا عندنا مهرجان واحد الان عندنا مهرجان الدراما، وهو الوحيد الذي يعنى بالدراما التلفزيونيه في المغرب. هو مهرجان مكناس للدراما التلفزيونيه. اذا جاء المهرجان للوقوف على الحصيله، لتقييم هذه الحصيله، لكذلك التطور والنهوض بالعمل التلفزيوني وخصوصا العمل الدرامي. على هو ممكن تكون فيه منافسه، كتكون فيه لجان للتحكيم، لكل جوائز. فعلا كتكون لجنه التحكيم ديال السلسلات، لجنه التحكيم ديال المسلسلات، لجنه التحكيم ديال الافلام التلفزيونيه، لان التلفزيون عندنا ينتج افلام تلفزيونيه، افلام تلفزيونيه من ساعه ونصف، من 90 دقيقه، وبالتالي فكل لجنه كتبت في الاعمال اللي كتشاهدها، وكيكونوا يتنافسوا على مجموعه جوائز، وكتكون مجموعه من الجوائز هي تحفيزيه وتشجيعيه اكثر منها يعني ماديه. خلال المهرجان كذلك نقوم بتكريم بعض الرواد. جميل. هذا اللي اعطوا الكثير لمجال الفن المسرحي والسينمائي والتلفزيوني في المغرب، فكرمنا الان على مدى 13 سنه او 12 سنه 24 فنانا وفنانه، لان كل سنه سنكرموا فنان وفنانه من الرواد. اكيد. جميل جدا. دونك الان وصلنا لواحد 24 الحمد لله. جميل. من الفنانين المغاربه. جميل. اللي تكرموا، وهذا كيطلع من المعنويات ديالهم. اكيد اكيد. وكاين بعض المرات كيكونوا تنساو
وكيتفكروهم المخرجين وتعاودوا يعيطوا ليهم تيحياو باش يعاودوا يبانوا في التلفزيون حتى اعاده الاعتبار لهم على الاقل على الانسان المجتمع شي على المقدم وما كانوا هما على الواجهه كانوا هما كل شيء وكتنظم واحد الندوه كبيره كل مهرجان كتنظم ندوه يشاركوا فيها المسؤولين من التلفزيونات المغربيه ويشاركوا فيها المنتجين ويشاركوا فيها صناع الدراما بصفه عامه من ممثلين كتاب سيناريو ومخرجين وهذه الندوه كل سنه تكون عندها واحد الموضوع بحال دابا داك السنه كنا هضرنا على حقوق المؤلف وحقوق المجاوره هاد السنه في الموضوع كاين تطور الدراما التلفزيونيه والتقاطعات يعني المعيقات والاشياء اللي ممكن تساهم في تطوير الدراما والحمد لله انا اقولها بافتخار ان المهرجان ساهم بشكل او باخر في تطور الدراما الوطنيه اكيد على اساس اننا لما بدينا في الدوره الاولى كانوا الاعمال محدوده وحتى الجوده تطورات بشكل كبير يعني من الدوره الاولى الى الدوره 12 او دابا الان في الدوره 13 الاعمال اللي مشاركه اعمال جيده جدا والتنافس غيكون عالمي وكاين اللجان انا كنعرف ان اللجان غيلقاو مشكل في الحسم في في في, في الجوائز كيكون عندهم بعض المرات مداولات كثيره باش يخرجوا يعني تكون الاعمال جيده كلها بنتائج وبحيث ان الحضور مثلا في الدوره الاولى كان 40 او 50 شخص الان وصلنا ل 140 150 فنان وفنانه يحضرون المهرجان كضيوف للمهرجان ماشي ضيوف مشاركين في اعمالهم مشاركه في العمل في, في, في المسابقه الرسميه للمهرجان تراكم جميل جدا والمهرجان كان عنده بجانب الى جانب يعني المسابقه الوطنيه كان نظره على الدراما العالميه بحيث من خلال هذه النظره على الدراما العالميه استضفنا دول رائده في مجال الانتاج الدرامي منها فرنسا اللي من خلال فرانس تيليفزيون اللي حضروا فرانس 2 فرانس 3 ار تي هذو كلهم كانوا كيحضروا كيقدموا الاعمال ديالهم تيطروا ورشات خصوصا ورشات الكتابه كتابه السيناريو عندنا فيه نقص يعني على مستوى الكتابه هو اللي مازال عندنا شويه نقص اما تبارك الله التقنيين اصبحوا تقنيين عالميين لان اشتغلوا في اعمال عالميه كيجيو سينمائيين عالميين كيشتغلوا معهم اذا تمرسوا اكثر استضفنا دوله الامارات الشقيقه اللي كان عندنا اتفاقية شراكة وقعناها مع أبو ظبي للإعلام وجاء سيد الرئيس المدير العام للتلفزيون أبو ظبي لقنوات أبو ظبي ويعني شارك بكلمة الافتتاح وساهموا معنا كذلك ماديا في المهرجان باش نستضفوا بعض الأعمال ديالهم وبعض النجوم ديالهم استضفنا دولة الكويت كدولة شرف من خلال تلفزيون الكويت وجاء سيد المتلقم اللي هو وكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت استضفنا دولة الأردن الشقيقة واللي جاء طاقم كبير من التلفزيون الأردني وإلى جانب الأعمال الأردنية اللي شاركت في المهرجان بجانب إلى جانب دول أوروبية ككندا البرازيل ألمانيا بلجيكا هذه كلها يكيد على أن مصر كان حضور مصر قوي جو نجوم مصريين وكان واحد الحضور قوي للتلفزيون المصري خلال المهرجان إذا المهرجان هو يشتغل على الدراما الوطنية أصبح موعد عالمي معناها بطبيعة الحال لأنه المسابقة خليناها وطنية للتنافس الوطني ولكن كاينه واحد الانفتاح على الدراما العالمية وفي هذا الإطار ديال الانفتاح نود أن نستضيف إن شاء الله في الدورة المقبلة دولة موريتانيا كضيف شرف إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن يتم حضور كما قلت لك سيد العامة ولكن السنة المقبلة نهيئوا هذا الشيء ويكون وفد رفيع المستوى اللي يجي ويساهم في فعاليات المهرجان لا شك على أن الدراما التلفزيونية كما قلت أن حسب الدراسات الحديثة النقدية تقول على أنها أصبحت مرآة المجتمع أنك إذا أردت أن تعرف مدى الوعي والاجتماعي والثقافي لأي مجتمع ما عليك إلا أن تشاهد دراما ماذا يصنع في الفنون ما يصنع لك كذا حتشوف كل التفاصيل تفاصيل حياة وتطور الإنسان وتطور كذا عادات وتقاليد وكل بتشري معناه هنا صبحت كما قلت على أنها سفارة ناعمة دبلوماسية ناعمة تعرف كل الشعوب تفاصيل حياتها تفاصيل تطوراتها بخلال فنونها وهذا هو اللي خلى على أن يصبح المهرجانات زي المهرجان الدراما التلفزيونية في مكناس يصبح موعد عالمي معناها كل الدول تجي كلها لعات درامته ودرامته كما قلت هو إياش فتح الباب الباب على مصراعيه لمشاهدة هذا المجتمع فعلا خصوصيته فنونه فعلا. تقاليده عاداته كل حاجة لأن تعرف تفاصيله أكيد عالمي دكتورنا رابطة
وممكن نستفيد منها نحن في المعهد الموريتاني وكشباب موريتانيين معناها من كان هاي الرابطة تقدر تفتح لنا الباب. والله أبواب، ليش الباب واحد؟ أبواب على الأقل. منين من وين ممكن تقول إن على أساس إن إحنا نطرق الباب يا كاش يا نستفيدوا أكثر من الرابطة الإفريقية؟ تقنيا بإمكانكم أن ترسلوا يعني الرابطة وتطلبوا حضور شخصيتين، واحد متخصص في السينوغرافيا، واحد في الإنارة والصوت من خلال المعهد، معناها تجد رسالة الشكل بالنسبة للمعهد الوطني للفنون. جميل، لأن شفنا القاعة وشفنا الأشياء، ما يلزم هو رؤية السينوغرافي. جميل، وكذلك لتأمين تأطير ورشة لفائدة الأطور هنا المتخصصة في هذا المجال، هدف دون الميديا الصوت والضوء، هذا هدف الحذر. وإضافة أخرى إلى سمحتها أستاذ بوبو، هو أنه ممكن للرابطة أنها تنسق ما بين الدول الإفريقية كذلك باش يتم إنجاز هذاك الحلم اللي كنحلموا به مجموعين احنا والإخوان الموريتان، ديال ندير واحد المهرجان ديال المسرح الإفريقي هنا بنواكشوط. لا شك على أن هذا المهرجان اللي هو المهرجان الإفريقي حيكون أيضا كما قلت مساحة للثقافة الإفريقية اللي احنا تقريبا في موريتانيا هنا نعتبر أنفسنا على أن نموذج تلاقي الثقافة العربية الإفريقية، لأن يعني عندنا الحسانية البولارية السنوكية الفية وكل واحدة منهم ذرية ذرية بخصوصيتها بكذا، لكنها تتناغم في وحدتها متأكدين على كذا. الإخوة يشيرون علي منذ دقائق والوقت أخذنا نتيجة للإبتاعي ونتيجة للإيقاع الحديث. كانت جلسة ماتعة، كانت بالنسبة لي ممتعة جدا جدا، ومر علينا الوقت دون أن ندرك. سادتي أهلا وسهلا بكم في التلفزيون الموريتاني، وأهلا بسهلا بكم في موريتانيا، تعلمنا منكم الكثير، أخذنا منكم الكثير. نرجو على أن يبقى على اتصال ووصال نحن معكم والمعهد معكم والتلفزيون معكم في هذه الإطارين، إطار المهرجان الدراما التلفزيوني بمكناس والرابطة الإفريقية للمعاهد العليا، على أن نبقى على اتصال. شكرا لك أستاذي محمود بالحسن، أستاذ التعليم الفني. بدوري أشكرك كثيرا أستاذي الجليل سيبابا مينا، والشكر موصول لكل من التقيناهم في هذا البلد الحبيب واللي اعطانا يعني الرغبة أننا نرجع إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله. اسم جميع أعضاء الرابطة الإفريقية سواء الأخ الرئيس سعيد أيت باجا أو مريا وجميع الإخوة، نشكركم جزيل الشكر على الحفاوة وعلى الاستقبال وعلى الابتسامة الدائمة وعلى ما عشنا وقتلت هذه الأيام. كنتم ممتعين مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.